تنهض قاعة القيادة والتنسيق التي تعد القلب النابض للاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، وتتأسس على القرب والتجاوب والفعالية والاستباقية بمهام تنسيق مختلف التدخلات الأمنية ميدانيا، ومن ثم الاستجابة بشكل فعال لانتظارات المواطنين وإشاعة الأمن وحفظ النظام العام. كما مكنت هذه القاعة من تقليص آجال تدخل الشرطة بالشارع العام عبر تعيين الدورية المتنقلة القريبة من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية الضرورية. قاعدة التنسيق ديال ولاية مراكش هي القلب النابض ديال ولاية الأمن، وهي المحور الرئيسي لجميع التدخلات اللي كيعرفها الشارع العام، كذلك التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية اللي كتوفر على مدينة مراكش، وكذلك بين القيادة. والدور ديال قاعدة التنسيق كيتجلى في الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، تنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، كذلك بعث التعليمات اللي كتوصلوا منها من الإدارة المركزية أو من الولائية الخاصة بالعمل اليومي عبر الجهاز، وذلك من خلال بسط وإرسال هذه البقيات مفصلة حتى تكون مستوعبة من جميع العاملين في الشارع العام. وتضم قاعة القيادة والتنسيق تجهيزات راديوفونية تبث نداءات وتضمن التنسيق بين مختلف الوحدات العاملة بالشارع العام، وفضاء لتدبير منظومة الكاميرات المحمولة واستغلالها، إضافة إلى سكرتارية موكول لها تدبير الشؤون الإدارية الخاصة بالقاعة.